بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في اللغة هو الفهم، فهم الشيء، فهم الخطاب. وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو على قسمين: فقه في العقيدة، هذا هو التوحيد والإيمان، وفقه في الأحكام، معرفة الحلال والحرام في المآكل والمشارب والمعاملات والأنكحة، الأخلاق وغير ذلك. وواجب على المسلم ليتفقه في دينه بحيث يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، ويعرف عقيدته، يعرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب لله عز وجل من العبودية، ويعرف أيضا ما يحل له وما يحرم عليه، لأجل أن يكون على بصيرة من أمر دينه. ثم أيضا إذا عرف فلا يقتصر على نفسه، وإنما يبلغ هذا للناس، يبين هذا للناس، لأن هذا العلم مشترك للناس جميعا. من علم شيئا وجب عليه أن يعمل به وأن يبلغه لغيره. ومن روافد الفقه في دين الله السؤال والجواب، السؤال عن ما يشكل والجواب على تلك الأسئلة، يتبين الحكم الشرعي للجميع. السؤال والجواب من أعظم وسائل الفقه في دين الله عز وجل. فإذا أحسن السؤال ووافقه الجواب فهذا هو العلم، هذا هو العلم النافع. أن تكون الأسئلة مما يحتاج الناس إليه، تكون عن الأمور الواقعة وما يحتاجه الإنسان بخاصة نفسه وما يحتاجه الناس المسلمون عموما، لا تكون الأسئلة خارجة عن الحاجة، خارجة عن الواقع. هذا هو المطلوب. والجواب أيضا يكون على قدر السؤال، إلا إذا كانت الزيادة على جواب السؤال فائدة تطلبها لا بأس بالزيادة، زيادة خير.
والسؤال والجواب لهما آداب معروفة عند أهل العلم كما ذكرنا، يكون السؤال عن أمر واقع وعن أمر يحتاجه الإنسان بخاصة نفسه، ولا يكون فيه تعنت أو يكون فيه فضول، ويكون الجواب أيضا على قدر السؤال، وإن احتاج إلى زيادة يتطلبها الجواب فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد على جواب السائل بما يحتاج إليه. نحن في هذه الجلسة في هذه الليلة وأمثالها إن شاء الله سنستمع إلى أسئلتكم، تكون مكتوبة، ونحاول الإجابة عليها بقدر المستطاع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فلنبدأ الآن الأسئلة والأجوبة. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رأينا في حج هذا العام ظاهرة لا نعلم حكم الشرع فيها، وهي أن بعض المحرمين جعل لإزاره مغاطا وخيط عليه ثم خيط فتحة الإزرار أو الإزار الجانبية، فهل هذا يعد مخيطا أم لا؟ هذا يشبه المخيط، وهو احتيال على المخيط، مش الداعي لهذا الشيء. الإزار يلف على أسفل البدن من السرة وما تحت إلى الكعبين، من السرة إلى الكعبين، ثم يثبت بأن يشد عليه حزام من فوقه أو ينفذ بعضه في بعض ويثبت بدون أنه يعمل له مغاط أو ربزة مثل السلوان، ويصير إزار بدل ما يكون إحرام، يكون مثل الأزر العادية المخيطة، مثل الأزر المخيطة أو السراويل. وكون هو استعمل أزرار أو هذا هو معنى المخيط، سواء بسواء. هم الخياطة خاصة بالخياطة بالإبر، الخياطة كل ما كان بمعناها فإنه يأخذ حكمها، لا يجوز هذا العمل. وإن نسب إلى بعض المشايخ الفتوى بذلك هذا غلط، وهذا عرض على هيئة كبار العلماء، هذا عرض على هيئة كبار العلماء وصدر فيه قرار بالمنع، لأن بعض الشركات حاولت أن تنشي مصنع لهذا الشيء، وجاءت النماذج منه لهيئة كبار العلماء فأصدروا القرار بتحريمه ومنع. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل المرأة أن تكشف على جد زوجها من جهة أمه، أي والد أم الزوج، مع بيان السبب في ذلك؟ هل المرأة أن تكشف على جد زوجها من جهة أمه، أي والد أم الزوج؟ نعم، يجوز لها أن تكشف لجد زوجها من جهة أمه ومن جهة أبيه، لأنه والد، لأن الجد والد، سواء كان من قبل الأم أو من قبل الأب هو والد. وإن على قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم سماه أبا لنا، مع أنه جد أعلى عليه الصلاة والسلام، الجد يسمى أبا. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: يحصل شك واضطراب عند الناس في إثبات يوم عاشوراء، والسؤال: هل من حرج على من صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر ليدرك بالتأكيد يوم عاشوراء؟ ثم هل ينال بذلك فرض صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد
لما تكلم على صيام عاشوراء قال إن صيامه على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يصوم اليوم الذي يصوم اليوم الذي قبله، يصوم يوم عاشوراء ويصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده ثلاثة أيام، وقال هذا هو الأكمل والأفضل، يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده فيكون المجموع ثلاثة أيام. الصفة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يصوم يومين. والصفة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء فقط يوم واحد، وأكملها أن يصوم ثلاثة أيام ثم أن يصوم يومين. وإذا صام يوم واحد يوم عاشوراء هذا مجزي، هذا مجزي لكنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من صوم يوم قبله أو يوم بعده، لكنه مجزي يحصل على الأجر بقدر ما صام. ولا تعتبر أيام عاشوراء لا تعتبر عن ثلاثة الأيام من كل شهر، لأن ثلاثة الأيام من كل شهر مستقلة ومحلها الأفضل في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض، هذا محلها الأفضل. وإن صامها من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فلا بأس. صيام ثلاثة الأيام من الشهر غير صيام أيام عاشوراء، هذه سنة وهذه سنة، كما أن ذلك أيضا غير صيام يوم الاثنين والخميس كل أسبوع. السنة كل سنة في محلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في الدعاء على الجنازة نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. السؤال ما هو الأجر المراد هنا؟ وهل قاتل نفسه يدعى له بهذا الدعاء؟ وهل كذلك يدعى بهذا الدعاء؟ وهل قاتل نفسه يدعى له بهذا الدعاء؟ وهل من مات على معصية كذلك؟ نعم، كل مسلم يدعى له بهذا الدعاء ولو كان مرتكبا لكبيرة، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يدعى له، ولو كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان فاسقا، كل مسلم يدعى له، صلى على الجنازة ويدعى له بهذا الدعاء. وأما اللهم لا تحرمنا أجرها، هي أجر مصيبته، أجر المصيبة التي تحصل عند وفاة المسلم، لا شك أن موت المسلم مصيبة على المسلمين، والمصائب فيها أجر مع الصبر والاحتساب، وكذلك أجر الصلاة عليه واتباعه وتشجيعه، هذا فيه أجر، تجهيزه، كل هذه فيها أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عدة أسئلة لم وقاتل نفسه من أصحاب الكبائر ولا يكفر بهذا، ومن أصحاب الكبائر لكنه مسلم، صلى عليه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويدعى له ولو كان قاتلا لنفسه أنه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، عدة أسئلة ابتدى أصحابها بالسلام عليكم وإعلامكم بأنهم يحبونكم في الله، وهذا السائل يقول سؤالي صليت خلف شخص وأنا أثناء قراءة الفاتحة، أتى الإمام بهذه القراءة اهدنا الصراط المستقيم بقوله اهدنا بالفتح، هل هذا يفطر الصلاة بالنسبة للمأموم؟ وماذا بالنسبة للإمام وصحة صلاته؟ هذا نحن نحيل المعنى، اهدنا هذا يحيل المعنى، يعني يصبح من الهدية. وأما اهدنا أي أرشدنا وذلنا، فأهدنا هذا يحيل المعنى، فمن كان أحسن منه قراءه فإنه يعيد الصلاة. وأما هذا الإمام إذا كان هذا قدر استطاعته
صلاته صحيحة، لكن يبين له في المستقبل، يعدل القراءة للمستقبل. أما إذا صلى على قدر استطاعته وقدر ما يعرف صلاته صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يجب تعليمه من أجل أن يحسن القراءة في المستقبل. فلا تصح صلاته في هذه الحالة إذا كان جاهلا إلا لنفسه ومن كانت حالته مثله الجهل. أما من كان يعلم القراءة الصحيحة إنها لا تصح صلاته خلفه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما العلاج للوسواس والأفكار الخبيثة التي تأتي المسلمة في الصلوات وفي غير الصلوات مع تحصيل القول في كيفية التخلص من مداخل الشيطان؟ نعم، على المسلم إذا أراد يصلي أولا إنه ما يدخل الصلاة وهو مشوش الفكر، لا يدخلها إلا وهو هادئ البال، يعني يتجنب المشوشات، فلا يصلي في مكان لا يستريح فيه لشدة برده أو لشدة حره أو لكونه يؤذي المصلي بالشوك أو بشيء يضايق المصلي، يكون في مكان مناسب. ثانيا لا يدخل الصلاة وهو مشغول بالبول أو الغائط، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، ولا يدخل الصلاة وهو حاق بالبول أو أن الغائط أيضا يضايقه، بل يتخلى من هذه الأمور، يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي. كذلك لا يدخل الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، لا صلاة بحضرة طعام، فيأخذ من الطعام قدر رغبته ثم يصلي. كذلك لا يدخل الصلاة وهو ثائر النفس بسبب العجلة بالمشي، أو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، برواية فقلوا. فلا يسرع إذا قدم للصلاة، بل يمشي الهوينا بحيث لا يثور نفسه ويفحم، يدخل في الصلاة وكذلك يشوش عليه. كل هذه أمور مقدمات للدخول في الصلاة، يعني يدخل فيها وهو مرتاح النفس. وفي أثناء الصلاة إذا عرض له هواجس يدفعها، يجب عليه أنه يدفع الهواجس يتركها ويقبل على صلاته، يتذكر أنه في صلاة وأنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى، يتذكر هذا. ولهذا شرع بعد الاستفتاح أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفع عنه وسواس الشيطان، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح وقبل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كيف يستطيع العبد أن ينال العلم الذي يجعله من الذين قال الله فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ينال العلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم التعلم، العلم إنما ينال بالتعلم، بأخذه عن العلماء ومن مصادره الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله، الصبر على طلب العلم
والصبر على الحفظ والفهم، وأن يحرص أنه ما يمر عليه شيء أو يتعدى شيء إلا وقد فهمه، يسأل عما أشكل عليه. لا بد من هذه الأمور، لا بد من التعلم، ولا بد أيضا من البداء، من البداءة، من المختصرات العلمية. فيبدأ العلم من أوله ومن مختصراته العلمية في كل فن، مختصر في الفقه، مختصر في الحديث، مختصر في التوحيد، مختصر في النحو، مختصر في المواريث، هكذا يحفظها، مختصر في مصطلح الحديث، ومختصر في أصول الفقه. وهذه العلوم يمد بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا، كلها مترابطة، لا يأخذ بجانب ويترك الجانب الثاني، لا بد أنه يتعلم هذه العلوم بعضها إلى جانب بعض، أن بعضها يساعد على بعض. يحرص على المطالعة والاستكثار من الاطلاع على كلام أهل العلم، أنا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت، يحتاج إلى طول زمان. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. العلم ما يأتي عفوا، لا بد من طلب للعلم، ولا بد من صبر واحتساب، ولا بد من إصلاح النية والقصد لله عز وجل، ولذلك يعينه الله سبحانه وتعالى ويدعو الله بأن يفهمه وأن يفقهه في دينه، يكثر من الدعاء ويبذل الأسباب. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إن الجنائز توضع في المسجد قبل صلاة الظهر والعصر، ثم يأتي بعض الإخوان ويصلون عليها مثل صلاة الفريضة. السؤال، هل لهذا أصل؟ صلاة الجنازة معروفة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مثل صلاة الفريضة، لكنها تحضر عند الصلاة من أجل أن يصلى عليها صلاة الجنازة، إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، تكبير الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ليس فيها استفتاح، يقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت فيما ورد، ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، هذه صلاة الجنازة، لا يصلى عليها صلاة الفريضة أو تقدم أمام الناس ويصلون صلاة الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم توزيع المياه في المقبرة على من يحضر للدفن، لا سيما في أوقات الحر؟ طيب، توزيع الماء على الناس وقت الحر هذا طيب، لأنهم يحتاجون إلى الماء للشراب، هذا عمل طيب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا سئلت عن معنى آية من القرآن ولم أعرفها، هل لي أن أفسرها من عندي علما بأن المدرس يعلم معنى الكلمة والطالب لا بد أن يقرأ الإجابة الصحيحة بعد الاختبار؟ آية القرآن ما يجوز روايته بالمعنى، لا بد من نصه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تحفظ الآية قل لا أحفظها، اكتب أنها لا تحضرك الآية ولا تتخرص في كتاب الله عز وجل، فتقول قال الله كذا وكذا، المعنى ما يجلس في القرآن. أما في الحديث فلا بأس أنه يروى بالمعنى،
إذا كنت تجيد المعنى وتقول معناه كذا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه كذا، تبين هذا الحديث تجوز روايته بالمعنى إذا أعجزك اللفظ أو لم تستحضر اللفظ، لكن تنبه على أنك جئته بالمعنى. أما القرآن لا، لا يروى بالمعنى، يروى بلفظه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أرجو إعادة شرح حديث وإن يكن الشر في شيء ففي ثلاث: المرأة والدابة والدار. هذا تكلم عليه الإمام ابن القيم في زاد المعاني، وبين أن معناه أن الله جل وعلا يخلق بعض المخلوقات الشريرة، يخلق بعض المخلوقات الشريرة، فإذا علم من هذه الدابة أو هذه البقعة أو هذه المرأة أنها شريرة جرب عليها ذلك، فالمسلم يتجنبها. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا من تجنب الأسباب الظاهرة، ليس هو من التقيؤ. هذا إذا علم تكرر من هذه الأشياء الثلاثة، تكرر منها الضرر، عرف عنها الضرر، فأنت تتجنبه. نعم. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل غسل الجمعة يسبقه وضوء؟ وإذا انتقض هذا الوضوء هل الغسل يجزئ؟ لا شك أن الغسل المشروع الأكمل فيه، سواء كان غسلا مستحبا أو غسلا واجبا، الأكمل أنك تتوضأ أولا وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل، تفيض الماء على جسمك ثلاث مرات، هذا هو الأكمل. فلاه، وإذا نويت الحدثين أو نعم أو نويت الغسل المسنون والوضوء معه جميعا وفضت الماء على جسمك مرة واحدة، أجزأ هذا، لأن طهارة الصغرى تدخل طهارة الكبرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مجزي، ولكن الأفضل لا، الأفضل الفصل بين الوضوء وبين الاغتسال، هذا هو الأفضل والأكمل في غسل الجمعة وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال تقول فيه السائلة: هل لا بد في وصف القصة البيضاء أن تكون خالصة البياض؟ أي أنني إذا رأيت اللون ما بين الأبيض والصفار، هل يكون هذا من القصة؟ أم أنه لا بد أن يكون إلى البياض أقرب حتى يكون طهرا؟ لا بد أن يكون بياضا خالصا، أما إذا كان بياض غير خالص هذا دليل على وجود القدرة، على وجود بقايا من الدم، هذا يسمى قدرة. إذا كان بياض غير خالص هذا يسمى القدرة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، البيضاء يعني خالصة. نعم. أحسن الله إليكم، وسؤال آخر لها تقول: هل يستحب لمرأة الحائض الوضوء قبل النوم؟ نعم، يخفف الجنب والحائض، الجنب والحائض إذا أراد أن ينام فإنه يستحب أنه على الأقل يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نحن موظفون في شركة يكثر فيها المشركون، ونحن معهم منذ زمن بعيد، فأصابنا التبلد في بعض الأوقات حيث نمازحهم ونضحك معهم ونؤاكلهم، ولكن إذا عدنا إلى أنفسنا نحس ببغضهم وبالندامة، وسرعان ما نعود إلى ممازحتهم، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أقول لذلك أنه يجب عليكم اعتزال المشركين، الابتعاد عنهم، واطلبوا عملا آخر، اطلبوا عملا آخر ثم يبعدكم عن المشركين ومجالستهم والممازحة معهم. وإذا اضطركم الأمر إلى البقاء
في هذا العمل تعتزل المشركين، يقولون أنتم على حدة وهم على حدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم تتبع القبور التي قد دفنت حديثا ثم الصلاة عليها طلبا للأجل في الصلاة على الميت، خاصة أن هناك من يفعل ذلك باستمرار؟ هذا ما عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الذين يتبعون القبور، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر لما دفن قبل أن يصلي على جنازة، في قصة الذي يقوم المسجد ومات ليلا أو ماتت ليلا دفنوها ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم بموتها خرج صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، فمن فاتته الصلاة على الجنازة قبل دفنها فإنه يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتتبع القبور الجديدة ويصلي عليها هذا الشيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم. صاحب الفضيلة يقول أقوم بعمل بعض اللوحات التي بها رسوم غير ذوات الأرواح لبعض طلاب الجامعيين، ويقوم هؤلاء الطلاب بتقديمها إلى كلياتهم بغرض الحصول على درجات عالية وعليها أسماءهم بهدف النجاح فقط، وذلك لأنهم عندهم خبرة قليلة في هذا المجال فيعطوني هذه اللوحات فأقوم بهذا العمل، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟ هذا غش، هذا غش ولا يجوز لك هذا العمل. إذا كان الطلاب مكلفين بعمل هذه الرسوم ليتعلموها ليتمرنوا عليها أو مطلوب منهم جواب على مسألة معينة فلا يجوز لك أنك تساعدهم على الجواب أو على رسم الخريطة أو رسم اللوحة، لأن هذا من الغش، لأن الجهة المختصة تريد من هؤلاء الطلاب أن يتعلموا، ما تريد منهم إحضار الجواب هذا أو إحضار هذه اللوحة، تريد أن يتعلموا هم، ولذلك تمنح لهم عليها درجة أو قد تصرف لهم عليها مكافأة، فهذا العمل غش ولا تعمل هذا في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وإذا كلف الطالب ببحث، إذا كلف الطالب ببحث علمي لا يجوز لأحد أنه يبحث ويعطيه البحث ينجز له البحث، هذا غش لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة كبير السنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر هذا بدعة، وهذه جماعة صوفية معروفة، يعني ثبت أنها جماعة صوفية من ديوبانديين تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية، فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معهم، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة، واحتج الناس به قالوا فلان خرج معهم أو الناس رجعوا معهم أو في البلد، يجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بينهم، ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل تعليمهم، هذا حيلة، هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموك ما جاءوا يبون يتعلمون منك، جاءوا ليعلموك صوفيتهم
ومذهبهم ما جاءوا ليتعلموا منه. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم ما هي الكتب التي يستحب أن يبدأ بها، وبماذا تنصحونه بقراءة الكتب الدينية؟ الذي يريد أن يطلب العلم يختار معلما يثق بعلمه وخبرته ويأخذ بتوجيهاته، لكن من حيث العموم الذي يريد يتعلم على قسمين. إن كان يريد يتعلم تعليم النظام في المدارس والمعاهد والكليات، هذا يمشي على المقررات المقررة في تلك المدارس والمعاهد والكليات، يتبنها ويضبطها وفيها خير كثير. أما إذا كان يريد يتعلم في المسجد على المشايخ فإنه يبدأ بالمختصرات، يحفظها ويتلقى شرحها عليهم. وكما ذكرنا في أول الجلسة أنه يحفظ في كل فن من الفنون مثلا مختصرا يدخل به على ذلك العلم، لأن هذه المختصرات مفاتيح العلوم. مختصر في الفقه، مختصر في العقيدة، مختصر في الحديث، مختصر في النحو، مختصر في أصول الفقه، مختصر في مصطلح الحديث. يحفظ هذه المتون ويتلقى شرحها على يد عالم يجيد الشرح، ويتدرج منها إلى ما هو أوسع منها من الكتب العلمية فيما بعد. هذه طريقة في التعلم الصحيح. أما إنسان يبي يأخذ العلم من أوله من أعلاه، يبي يأخذ العلم من أعلاه يقرأ في الكتب المطولات والخلاف وما عنده بداية ولا عنده حفظ للمتون، ويبي يقرأ في المغني ولا في ابن حزم في المحلى ولا يقرأ في الكتب المطولة، هذا ما يحصل شيء. من أراد العلم كله فاته كله. الله جل وعلا يقول وأت البيوت من أبوابه، كل شيء له باب ومدخل. إن جيت مع الباب حصلت المطلوب، وإن جيت من السطح ومن أعلى ما تحصل شيء. وأت البيوت من أبوابها، هذه قاعدة عظيمة. إن كل الأمور تأتيها من مداخلها، والعلماء يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول. يبي تأخذ العلم من غير أن تتدرج فيه من أصوله ومن مبادئه تحرم من الوصول إلى ما تريد. تتعب ولكن ما تحصل شيء. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، ما توجيهكم في أخذ العلم عن الكتب فقط أو عن الأشرطة سماعا دون الجلوس على أهل العلم؟ لا، ما يجوز هذا، ولا هذا يضر أكثر مما ينفع. أولا لأن الكتب يدخلها الدخيل، وفيها بعضها فيها ضلال وفيها أفكار منحرفة، وش دريت عن هذه الأفكار وعن هذا الضلال وأنت مبتدئ ما تعرف شيء؟ قد تأخذ هذا وتقتنع به ويدخل فكرك. هذا ما يميزه إلا أهل العلم، يميزونه لك ويبينون الخطأ من الصواب. وثانيا إنك قد تفهم من هذا الكتاب فهما غير المراد، غير مراد المؤلف. تظن إنك فهمت وأنت ما فهمت. فلا بد من معلم خبير يشرح لك قصد المؤلف ومغزى الكلام، لا تعتمد على فهمك وأنت مبتدئ، لأنك ما تستطيع فهم كلام أهل العلم، لا تستطيع فهم مدلول النصوص من الكتاب والسنة إلا بقواعد علمية، قواعد
ذكر أهل العلم تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، تعرف قواعد الاستنباط، الأمر يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب، النهي يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة أو يفيد الإباحة. هذه أمور لا بد من تعلمها في أصول الفقه وأصول التفسير. الحديث أيضا له مصطلح تعرف به كيف تميز بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والمصطلح ولا يتأخذه على نفسك هذه الأمور، تأخذها على العلماء. اصبر يا أخي، اصبر اصبر، تحمل، اصبر الجلوس، اصبر على الجلوس وعلى طول الوقت طول الزمان، وإلا ما تحصل شيء، تتعب بدون ذلك. والأشرطة كذلك لا تفيدك شيء، لكن إذا كنت تطلب العلم على المشايخ وتستمع للأشرطة لأجل زيادة الفائدة فقط، ما هو لأجل أنك تكون نفسك عليها، لا، من أجل زيادة الفائدة فقط، هي مساعدات فقط، أو الطالع في الكتب من أجل الفائدة، ما هو من أجل تأسس نفسك على المطالعة تعلم على الكتب، لا، خطأ. كونك ما تعلم بالطريقة هذه تبقى عامي أحسن من كونك تعلم طريق غير صحيح، تخرج على الناس متعالما تحلل وتحرم بغير علم وبغير بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل ممكن للإنسان أن يؤثر في قرينه من الجن حتى يسلم كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أمسك الجني حدث معه شوفه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي المعجزات وأعطي، وهو مرسل إلى الثقلين الجن والإنس يدعوه من الله عز وجل. أما أنت ما تستطيع أن تمسك الجني وتتكلم معه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما تقولون في من يتكلم في الصحف عن حجاب المرأة وحقوقها ويتكلم عن مسلمات في الشرع وليس هو من أهله، هل يجوز أن يطلق على هؤلاء النفاق لظهور بدعتهم وعلامتهم فيه؟ إن كانوا يقصدون التضليل هم منافقون، إن كانوا يقصدون التضليل يعرفون الحق ولكنهم يريدون أن يضللوا الناس عن الحق، هذه طريقة المنافقين. أما إذا كانوا ما يعرفون الحق هم أخطأوا في كونهم تكلموا في شيء لا يعرفونه. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء إن كانوا جهالا فقد كذبوا على الله وعلى رسوله، وهذه جريمة عظيمة. وإن كانوا يعرفون الحق ويريدون صرف الناس عنه فهذا طريقة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. وهذه الحملة المسعورة ضد المرأة المسلمة هي وليدة يومها، هذه حصلت في مصر منذ عشرات السنين، وحصل ما حصل في من محاربة الحجاب هناك ومن خلع الحجاب سبب دعاة سوء ذهبوا إلى أوروبا وإلى فرنسا ودرسوا هناك، معروفون هم معروفون فلان وفلان، وقاموا بنشر هذه الدعاية الخبيثة وتأثر به النساء والرجال وحملوا هذه الفتنة، وكانت هذه البلاد في مأمن. ولكن لما حصل اختلط الحابل بالنابل وجرى على هذه البلاد ما جرى على البلاد الأخرى من الاختلاط ومن السفر إلى بلاد الكفار ومن وأعظم من ذلك وسائل الإعلام التي غزت البيوت وغزت، حصل هذا الارتباك وهذا الخلط العجيب. وتكلمت الرويضرة تكلم في أمور المسلمين من لا يحسن أن يتكلم،
كل هذا بسبب الجهل وبسبب الهوى وبسبب الشهوات وبسبب التقليد الأعمى. ولكن الحق ولله الحمد واضح، الحق واضح، من أراد الحق فهو واضح، ومن أراد الباطل فإنه أيضا ميسر لأهله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عامل الخلق على حسب نياتهم ومقاصدهم وأهدافهم، عاملهم حسب مقاصدهم ونياتهم وأهدافهم. فمن أراد الخير يسر الله له الخير، ومن أراد الشر عاقبه الله وخلى بينه وبين الشر ليهلك نفسه فيه، لأنه هو المسؤول عن نفسه وعن جماعته وعن. فالحاصل أن هذا شيء ما هو غريب ولا هو جديد، هذا سبق في بلاد أخرى وجربوه وعاشوا مرارته، والآن كثير منهم يريدون التخلص منه. كثير ممن أصيبوا في البلاد الأخرى لما عانوا من هذا الشر وأدركوا عاقبته الوخيمة، كثير منهم يريد التخلص من هذا الشر. فلنأخذ العبرة، خيركم من وعظ بغير هؤلاء، وإنما نأخذ العبرة بذلك وما حصل للبلاد الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في إحدى القنوات الفضائية ظهر من قال ظهر من يتساءل عن الأمر الذي دفع خالد القسري لقتل جعد بن درهم، ثم قال إن ذلك كان اجتهادا منه شخصيا مما شوش على أذهان الناس وجعلهم يتناقشون في مثل هذا الأمر، فما هو القول الصواب في ذلك؟ ليس هذا خاص بخالد القسري رحمه الله، وإنما كل ولاة المسلمين كانوا يقتلون الزنادقة، ولاة المسلمين كانوا يقتلون الزنادقة لئلا يؤثروا على عقائد المسلمين، خالد القسري وغيره. هذه سنة أمر الشارع بقتل داعية السوء وداعية الضلال لئلا يضلل الناس، قتل المرتدين لئلا يضلل الناس. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: ومن أجل داء ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله ولا موسى هو الكليم الداني، لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. شكر الضحية كل صاحب سنة، أهل السنة يمدحون خالد القسري وغيره على هذا الصنيع لأنه وافق للشرع. أما أهل النفاق مثل هذا المتكلم الآن، أهل النفاق وأهل الزيغ، فهم يخطئون خالد القسري، وبعضهم يقول لا، إنه القتل سياسة من أجل السياسة، يفسرون الأحداث بغير معناها، يقولون قتل من أجل السياسة وغير ذلك. هؤلاء في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ضلال، والله يحشرهم مع الجعد بن درهم ويكفينا شره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: بعض الجوامع تقام فيها الصلاة على الأموات يوميا، هل لي أن أذهب إليها للصلاة على الجنازة؟ نعم. يقول: بعض الجوامع تقام فيها الصلاة على الأموات يوميا، هل لي أن أذهب للصلاة على الجنازة هناك وترك الصلاة في مسجد حينا؟ لا بأس، إذا لم تكن إماما في المسجد ولا مؤذن، أنت المسؤول في المسجد، فلا بأس تروح تصلي على الجنائز لتحصل على الأجر، تتبعها إلى المقبرة تحصل على الأجر، هذا شيء طيب. إذا لم يترتب على ذهابك محاريب، إما أن تضيع الإمامة أو تضيع الأذان،
فلا بأس بهذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز أن يقال إن من صفات الله تعالى الحبيب أو المحبوب أخذا من قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وما القاعدة في مثل هذا؟ لا يجوز هذا، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وهل وجدت في النصوص إن الله سمى نفسه بالحبيب أو المحبوب؟ هذا توقيفي، ما يجوز يوصف الله إلا أو يسمى إلا لما سمى به نفسه، ولم يرد منه. لكن ورد أنه يحب، يحبهم ويحبون، هذه صفة فعل. فتقول الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين، كما أنه وصف نفسه بذلك، يعني صفة فعلية تأتي بالآيات: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين. أما أن تقول الله اسمه الحبيب أو المحبوب هذا غلط. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد ظهر في الآونة الأخيرة من يفتي بجواز العمل في البنوك الربوية بحجة أن المعاملات ليست كلها محرمة، وأيضا لقلة الوظائف وكثرة العاطين عن العمل، هل من كلمة حول هذه القضية المهمة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فإذا عمل في البنوك فقد أعانهم على أكل الربا، إما بالكتابة أو بالحراسة أو بالعمل الوظيفي، هذا التعاون معه، وهو ولو لم يأكل الربا وإنما يأخذ راتب، لكنه عان أكل في الربا، فهو ملعون، ملعون معه. أما من يفتي بهذا يقول هذا غلط، حديث لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتب، لعن الشاهدين والكاتب لأنهم أعانوا على أكل الربا. الموظف في البنك معين لأهل البنك على أكل الربا، نعم، حتى ولو كان بواب يحرس وهو معين له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: حججت هذا العام متمتعا وقد قمت يوم النحر بالأعمال التالية. نعم. يقول: حججت هذا العام متمتعا وقد قمت يوم النحر بالأعمال التالية: رميت جمرة العقبة، ثم نحرت الهدي، وبعد ذلك لبست ثيابي، ثم حلقت، ثم طفت طواف الإفاضة. السؤال: هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فما هو الواجب علي الآن؟ عملك هذا صحيح، إذا كنت رميت الجمرة وذبحت الفدية، يعني لبست ثيابك قبل الحلق، إيه لا غلط هذا، لأنك تحللت وأنت ما فعلت إلا واحد وهو رمي الجمرة، هذا غلط منك، وكان الواجب أنك انتظرت إلى الحلق، ما تلبس ثيابك لما تحلق، لتفعل اثنين من المناسك، مناسك ثلاثة التي يتحلل بها، ثلاثة: رمي الجمرة، حلق الرأس أو التقصير، والطواف، طواف الإفاضة والسعي. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فإنك تلبس ثيابك تتطيب، وإن فعلت الثلاثة كلها فإنك تتحلل التحلل الكامل، يحل لك كل ما حرم عليك بالإحرام من الزوجة وغيرها. أما ما فعلت لك لبست ثوبك بعد الرمي فقط، ما فعلت إلا واحد، هذا خطأ، ولكن ما عليك في شيء، ما عليك في شيء، لكن في المستقبل لا تلبس ثيابك لما تفعل اثنين من هذه الثلاث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه السائلة تقول: ما حكم إقامة حفلات النجاح للصغار والكبار، وما حكم إجابة الدعوة للحضور لهذه الحفلات، خاصة إذا كان فيها إسراف أو رقص، مع ذكر العلة في الحكم، لا سيما وأحيانا تكون هذه الدعوات من أقارب ومن ذوي الأرحام؟ إقامة الحفلات من أجل النجاح عمل الفرح، هذا لأجل الفرح بالنجاح، وتشجيع الطالب وإدخال السرور عليه وتشجيعه، لا بأس بها،
لكن لا تشتمل على منكرات، على رقص ولا على أغاني ولا على منهيات، بل تكون حفلة تشتمل على طعام وشراب وتلاقي وسلام بين الناس، شكر لله عز وجل لا بأس بالأصل، لكن إذا صاحبها منكرات هذه لا تجوز، عليكم أن تنهوا عن هذه المنكرات ويقتصرون على ما أحل الله، وإقامتها هو من باب الفرح والسرور وتشجيع الطلاب، لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التحنيك، تحنيك المولود، وما حكم الأذان بإذنه اليمنى ثم الإقامة بإذنه اليسرى؟ سنة، هذه أمور مسنونة، إن حصلت فيها نفع للمولود، وإن لم تحصل فلا حرج في ذلك، لأنها ليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتهم جماعة معينة بأنهم يصيبون بالعين؟ لا يجوز للإنسان أنه يتهم الناس إلا بشيء واضح، بشيء واضح، أما مجرد تهمة فيجب إحسان الظن بالمسلمين وعدم إساءة الظن بالمسلمين، وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد على الله ويكثر من ذكر الله، والله جل وعلا يحميه من العين ومن غيرها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم قراءة كتب التاريخ التي تتحدث عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من فتنة وتحاربهم وخلافه ونقل ذلك والحديث به من باب الرواية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا يحدث في النفوس شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أنه يشتغل بقراءة هذه التواريخ التي تتحدث عما جرى ويرويها للناس ويسجلها بأشرطة أو يذيعها بالإذاعة أو غير ذلك، لأن هذا من نشر الباطل، فهو بغض الصحابة رضي الله عنهم تنقص الصحابة، فلا يجوز هذا لا سيما على العوام والجهال، أما أهل العلم فهم يعرفون هذا ويعتقدون الصحابة الحق ولا يؤثر عليهم هذا الشيء، لأنهم أهل العلم وأهل بصيرة وأهل معنى، لكن الجهال والعوام اللي ما دروا عن هذه الأمور لا تفتح عليهم باب تشكيك وباب شر، وأنت أيضا إذا لم يكن عندك عقيدة سليمة من قبل بصيرة لا تقرأ في هذه التواريخ. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز لشخصين أن يشتركا في قيمة أضحية واحدة من الغنم؟ لا، الأضحية إنما يذبحها واحد ويشرك فيها من أراد، هو يذبحها على حسابه يشرك فيها من أراد، أما أنهم يشتركون في الشاة جماعة يشتركون في الشاة لا لا لا, لا تجزي الشاة، إنما تجزي عن واحد، وعن من يريده هذا الواحد يشركهم في الثواب معه لا بأس، هذه البدنة والبقرة هي اللي تجزي عن سبعة يشتركون فيها، أما الغنم لا تقبل الاشتراك، إنما يذبحها واحد على حسابه ولا بأس أنه يشرك فيها من أراد في الثواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رجل صلى فلما انتهى من صلاته وجد في قدمه شيء من الشمع يمنع من وصول الماء إلى البشرة، ماذا عليه وما الحكم في حاله؟ عليه أنه يزيل الشمع ويعيد الوضوء من جديد ويعيد الصلاة، يعني الوضوء الأول ما هو تام ناقص، لأن الماء لم يصل إلى ما تحت الشمع، عليه أنه يزيله ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان الإنسان أصلع وأراد الحلق، هل يكفي تحريك الموسى على رأسه أم ماذا يفعل؟
وإذا اجتمع عليه اثنان من محظورات الإحرام هل تكفي كفارة واحدة أم لكل محظور كفارة؟ أما إذا ما كان في رأسه شعر قد ذكر العلماء أنه يمر الموت على رأسه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيمر الموت على رأسه لأن هذا منتهى استطاعته. وبقي السؤال يقول وإذا ارتكب وإذا اجتمع عليه اثنان من محظورات الإحرام كل محظور له كفارة كل محظور له كفارة ولا يكفي عنها كفارة واحدة إلا لو كرر محظورا من جنس لو كرر محظورا من جنس مثل تطيب عدة مرات ففيه كفارة واحدة إذا كرر محظورا من جنس. أما إذا كرر محظورا من أجناس فكل محظور له كفارة مستقلة كما لو تطيب وقص شعره وقص أظافره ولبس المحيط كل واحد عليه كفارة عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما الحكم لو اشتريت من أحد الأشخاص سيارة عبر الهاتف ثم وكلته بقبضها ثم وكلته بأن يبيعها ويرسل النقود كل ذلك عبر الهاتف؟ لا يصلح هذا لازم أن تقبضها أنت أو وكيلك تقبضها أنت أو وكيلك من البائع. أما أن توكل البائع يقبض من نفسه لا يصلح. إما أنك تقبضها أنت بنفسك قبضا تاما وتنقلها من مكانه إلى مكانك أو توكل واحد غير البائع يقبضها أو ينقلها من مكان البائع ثم بعد ذلك يبيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يبعدها عن البائع لتنقطع علاقات البائع بها وتدخل في تصرف المشتري أو وكيله. نعم. وش العجلة هذه؟ وش الداعي للعجلة هذه؟ عنه داعي المعاملات لازم تأخذ مجراها الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما هو رأي شيخ الإسلام في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام؟ رأيه يتلخص في أنه إن كانت الصلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة المأموم يقرأ الفاتحة لأنه لا يسمع الإمام. أما إن كانت الصلاة جهرية فإنه ينصت إذا قرأ الإمام. هذا خلاصة رأي الشيخ في رسالته التي ناقش بها الإمام البخاري لأن البخاري له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام. البخاري رحمه الله يوجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقة. شيخ الإسلام ناقشه في هذه الرسالة والرسالة رسالة الشيخ موجودة في الفتاوى وتلخص رأيه في أنه إن كانت الصلاة جهرية فإنه بقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كانت الصلاة سرية ولا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة لأن الله إنما أمر بالإنصات إذا قرئ القرآن يعني إذا سمع الإمام. أما إذا لم يسمع فالمأموم يقرأ لأنه لا محذور في ذلك وهذا مذهب مالك. نعم هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما رأيكم في المعانقة من بين الناس بعضهم لبعض مع قرب المدة ولم يسافر أحد منهم؟ خلاف الأولى الأولى أن المعانقة تقول للمسافر للقادم من سفر أما غير المسافر تكفي المصافحة أو يكفي إلقاء السلام ورده بدون مصافحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول حصل نقاش بين بعض طلاب العلم في حكم السجود لغير الله وأنه لا يكون كفرا أكبر إلا إذا كان على وجه الاستحقاق فإذا سجد لأجل رغبة بالمال أو بالمداهنة فهذا من الشرك الأصغر هل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. السجود والركوع لغير الله هذا كفر مخرج من الملة شرك أكبر
والعياذ بالله، لأنه صرف نوعا من أعظم أنواع العبادة لغير الله وهو الركوع والسجود. نعم. سم الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: التركة إذا حال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، كل واحد من الورثة يزكي نصيبه إذا حال عليها الحول، كل واحد من الورثة يزكي نصيبه من الميراث، أو يوكلون واحدا يزكي عن الجميع، يدفع الزكاة نيابة عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في 3 أميال أو 3 فراغ، قال فكيف الجمع فيما بين هذا القول وبين أنه لا بد في السفر من 80 كيلو؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها بحر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين سفرا يحتاج إلى محرم، فدل على أن المسافة يومين، واليومين 80 كيلو، في اليوم 40 كيلو، مرحلة مرحلتان أخذوه من هذا. وبعض العلماء يقول مطلق السفر ما يسمى سفرا، والميلين ليست سفرا، الميلين ليست سفرا، ما يسمى سفرا في عرف الناس، ولا يسمى سفر إلا ما بلغ مسافة طويلة وأخذ له الزاد والمزاد. أما الميل والميلين هذا ما يؤخذ له زاد ولا مزاد، ولا يسمى سفرا في عرف الناس. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أن يخرج ميل هذا ما ضرب في الأرض ولا سافر، هذا عند البلد. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أسمع من بعض الإخوة أنه إذا استجدت مسألة مشكلة في بلد من البلدان تحتاج إلى اجتهاد، فإن الفتوى موكلة إلى مجتهدي أهل ذلك البلد دون غيرهم، ما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟ رأيي أن الإنسان ما يتدخل في الأمور التي لا يحسنها وليست من اختصاصه، ما فيها الله يدخل نفسه تحليل وتحريم وهو ما وكل إليه هذا الشيء، هو بعافية. الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد يروحها لأخيه ليسلم منها، خلك تتدخل وتقول هذا حلال وهذا حرام. أما من وكل إليهم الأمر فيلزمهم أنهم يبحثون، يلزمهم أنهم يبحثون لأن هذا مهمتهم وكل إليهم الأمر، ولا يسوغ لهم أنهم يتخلون ويتركون الأمر، لا بد أن يجتهدوا ويبحثوا. وأما من لم يوكل إليه الأمر فهو في عافية، لا يدخل في هذه المواضيع. الذي يخاف على ذمته ويخاف على دينه ما يدخل في أشياء ليست من اختصاصه. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور لها ضوابط ولها حدود، والإنسان ما دام بعافية لا يدخل نفسه في أمور الفتوى والحلال والحرام. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما هو العمل في المصاحف الممزقة والتي سقط منها بعض الأوراق، حيث يوجد ذلك في كثير من المساجد في المحطات وغيرها، وهل أنا إذا أتلفتها يلزمني إحضار البديل عنها؟ المصاحف إذا لم تصلح للاستعمال، فالعلماء ذكروا أنها تدفن في مكان طاهر أو تحرق، إما أن تدفن في مكان طاهر أو تحرق، وكلا الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم، منهم من حرقها ومنهم من دفنها. لما كتب المصحف العثماني جاءوا ببقية المصاحف دفنوها وبعضهم حرقها لأجل أن تبقى وتمتهى. والآن المساجد والمصاحف لها جهة معينة، لها جهة معينة هي اللي تولى جمع المصاحف التي في المساجد
وصاحب المندرسة التي في المساجد، وزارة الأوقاف شؤون المساجد هي اللي تولى هذا الشيء، وتستبدل المصاحف المندرسة بمصاحف غيرها صالحة للاستعمال. عليك أن تتبلغ الجهة، الجهة التي في البلد، إدارة شؤون المساجد التي في البلد، تنبههم على أن هناك مصاحف مندرسة في المسجد الفلاني، وهم يقومون بالواجب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد سألت اللجنة الدائمة عن أحكام الأغاني، فأرسلوا لي نسخة من كتاب الرد على أبي تراب، ثم أرسلوه لي مرة أخرى، والسؤال: هل يجب علي أن أرد النسخة الثانية عليهم، أم يجوز لي أن أهديها لأحد المسلمين؟ لا، أهديها للمحتاج، لا بأس، أهديها لمن يحتاجها، لأن القصد نشر الكتاب والانتفاع به. نعم، وهذا وقت إذا استغنيت عنه تعطيه من يستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هي حدود اللحية، وهل يجوز تحديدها؟ اللحية حدودها ما لبث على العارضين والذقن، ما لبث على العارضين في جانب الوجه والذقن، اللي هو مجموع اللحيين، اللي هي اللحية. ولا يجوز تحديدها، يعني قصها، لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها وإعفائها، حديث صحيح، مختلفة العبارات ومعناها واحد، معناها أنه لا يتعرض للحية بقص ولا بنفح ولا بحلق، هذا أشد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم سد الصحابة أو سد واحد منهم، أي مجرد السد فقط؟ هذا كفر، قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، دل على أن من يسب الصحابة ويبغضهم أنه كان، لأنه ما أبغضهم لأجل أشخاصهم، إنما أبغضهم من أجل دينهم ومن أجل ما قاموا به من الدعوة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الدين والعلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عاداهم فإنه يكون كافر، لأنه ما عاداهم من أجل أشخاصهم، وإنما عاداهم من أجل أعمالهم التي قاموا بها. هذا زيغ وضلال والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق، معلوم النفاق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. يقولون: ما لقرائنا، يعني الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا وأجبا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، يعني عن هذه المقالة، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. دل على أنهم كانوا قبل مسلمين، فلما قالوا هذه المقالة كفروا بعد إيمان. هذا حكم الله في من سب الصحابة، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندي أرض بعتها أقساطا ويحل القسط كل نفس سنة، كيف أزكيها؟ تزكي إذا حال الحول، كل ما يحول الحول على الدين تزكي، كل ما يحول الحول على الدين الذي في ذمم الناس، سواء كان قسطا واحدا أو أقساطا، إنك تزكي، لأن تدفع ربع العشر عنه. نعم. إلا إذا كان هذا الدين على مفلس ولا تدري يأتي ولا ما يأتي، فهذا لا تجب عليك زكاته حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة فقط. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: ساهمت في مشروع وحصلت على أرباح في نهاية العام، والسؤال: هل الزكاة على أصل المال أم الزكاة على الأصل مع الأرباح؟ لا، الزكاة على الجميع، على الربح وعلى رأس المال، لأن الربح تابع لرأس المال، ولو كان الربح ما جاك إلا قبل تمام السنة ساعة أو يوم، يتبع رأس المال، حوله حول رأس المال، يزكيه الربح والمال ورأس المال جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا دخلت مع الإمام في التشهد الأخير ثم بعد سلام الإمام أقيمت جماعة أخرى، هل يجوز لي أن أحول هذه الصلاة إلى نفل وأدخل مع الجماعة الأخرى أم أكمل الصلاة في؟ لا بأس، الأحسن أنك تنويها نافلة وتكملها خفيفة تدخل مع الجماعة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول في السؤال الأخير: أحرمت من الميقات ولكني ما نزعت الثياب ولم ألبس لباس الإحرام، أفتاني بعض أهل العلم أن علي فدية لبس المخيط وفدية أخرى لإغطاء الرأس، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، عليك فديتان، فدية عن تغطية الرأس لأن هذا محظور مستقل، وفدية عن لبس المخيط لأنه محظور آخر، عليك فديتان. تخير في كل فدية بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام، أو ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فديتين عن تغطية الرأس واحدة وعن لبس المخيط ثانية، وكل واحدة مخير فيها.